متابعي قناة حياتنا، أهلا بكم. إذا كنتم من عشاق الرياضة عامة وكرة القدم خاصة وتريدون معرفة أخبار الدوريات العربية والعالمية لحظة بلحظة، يرجى الاشتراك في قناة حياتنا ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم الرياضة. والآن لنبدأ. يسعى المنتخب التونسي لكرة القدم عندما يلاقي يوم الأحد المقبل بنواقشط نظيره الموريتاني لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات مونديال قطر 2022 إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي وقطع خطوة إضافية على درب التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات. وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره الموريتاني يوم الخميس الماضي بملعب رادس في إطار الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة بإمضاء الياس الصخيري ووهب الخزري وسيف الدين الجزيري. ويحتضن الملعب الأولمبي بنواقشط المباراة انطلاقا من الساعة 8 ليلا بإدارة طاقم تحكيم جزائري يتألف من الحكم مهدي عبيد الشارف والمساعدين بو عبدالله عمري وعباس أكرم زهروني، وسوف تبث المباراة إن شاء الله على القناة الرياضية السعودية الثالثة. ولحساب نفس المجموعة يستضيف المنتخب الزامبي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط يوم الأحد المقبل منتخب غينيا الاستوائية الذي يحتل المركز الثاني بستة نقاط. حظ موفق للجميع. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. دمتم في رعاية الله.